على شاشة التلفزيون. والشوط العاشر بحفظ من الله وبرعايته تجرى له الاستعدادات لكي نستمتع وإياكم لما يحدث وما يجري في هذا الشوط. والكل الكل من هؤلاء الملاك، ملاك هذه الهجن العربية الأصيلة وملاك هذه الشعارات، الكل يحلم ويطمح لناموس أي شوط، سواء هذا الشوط أو بقية الأشواط سواء الماضية أو المتبقية. نتمنى لهم التوفيق ولكم كذلك مشاهدين الكرام أحلى وأطيب المتابعة. على كل حال أيها الإخوة مشاهدين الكرام، من سيصحبكم بالتعليق على هذا الشوط؟ الشوط كما ذكرنا العاشر المخصص للقاء القعدان هو الزميل عبد المحسن بن راشد بن ديلة. الأمنية له بالتوفيق ولكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام أحلى وأطيب المتابعة. أما في هذه اللحظات مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، فسوف نتابع وياكم مجريات الشوط العاشر لسن اللقايا. وهذا الشوط لفئة القعدان والمسافة هي 4 كيلومترات. متمنين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نتابع المقدمة، نتابع من يحتل المركز الأول في هذه اللحظات. رابح عايدة ملكية رابح العلي بن سلطان الحميدي هو اللي في المركز الأول، وفي ثاني المراكز أرى التسلل هناك من قبل الصنيع، عيدة ملكية الصنيع. السلطان بن خالد الحميدي هو اللي غير مجريات الأمور وخطف المركز الأول. نتابع وياكم من يأتي في ثاني المراكز. اللي أتانا في ثاني المراكز مزاح، عيدة ملكية مزاح لمحمد بن ناصر الغيثاني متواجد على ثاني المراكز. الدور والنغلة على ثالث المراكز. اللي أتانا على ثالث المراكز مستمعينا مشاهدينا الأعزاء الباز، عايدة ملكية الباز العلي بن محمد بن غانم العذبة متواجد على ثالث المراكز. الدور والنغلة على رابع المراكز. نتابع وياكم اللي أتانا على رابع المراكز. اللي أتانا على رابع المراكز حصل تغيير على رابع المراكز من قبل مودع، عايدة ملكية مودع سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة المضمر فيصل بن طالب بن شريم، وفي خامس المراكز. الدور والنغلة على خامس المراكز. نتابع وياكم اللي أتانا على خامس المراكز في هذه اللحظات. حامل رغم اللي أتانا على خامس المراكز شاهين، عايدة ملكية شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة مضمر الغرم فيصل بن طالم بن شريم. هكذا مستمعينا مشاهدينا الأعزاء نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. هناك يا سلام، حصل تغيير على مقدمة الشوط من قبل نشوان، عايدة ملكية نشوان الناصر بن متعب الهاجري هو من أتى في أول المراكز، وفي ثاني المراكز أتانا هناك الخطاف، تعود ملكية الخطاف لمحمد بن عبد الرحمن المحياس الكواري وبقيادة عبد الرحمن السوداني. وفي ثالث المراكز الدور والنغلة على ثالث المراكز أتانا هنا شاهين، عايدة ملكية شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة مضمر الغرم فيصل بن طالب بن شريم. ولكن حصل تغيير هناك على ثاني المراكز. يا سلام، سراح
هناك خطف المقدمة. يا سلام يا سراح، عايده ملكية سراح السالم بن حمد بن هران المري، هو صاحب الموقف وصاحب المركز الأول. يا سلام، هناك سراح في المقدمة، عايده ملكية سراح السالم بن حمد بن هران المري، وفي ثاني المراكز الدور والنغلة على ثاني المراكز أتانا هنا نشوان، تعود ملكية نشوان الناصر بن متعب الهاجري، وفي ثالث المراكز من الجانب الآخر حامل رقم 15 شاهين، تعود ملكية شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة فيصل بن طالب بن شريم. وفي رابع المراكز، هنا أتانا على رابع المراكز، اللي أتانا على رابع المراكز مزاح، عايده ملكية مزاح لمحمد بن ناصر الغيثاني. وفي خامس المراكز هنا أتانا نشوان، تعود ملكية نشوان الناصر بن متعب الهاجري. هكذا مستمعينا مشاهدينا الأعزاء كانت النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. ونعود إلى الصدارة، نعود هناك إلى سراح. يا سلام يا سراح، هنا على المقدمة تعود ملكية سراح السالم بن حمد بن هران المري، هو صاحب الموقف حتى هذه اللحظات. والكيل المتر الأخير، كيل الخطير، يا سلام، سراح هنا في المقدمة، عايده ملكية سراح السالم بن حمد بن هران المري. وفي ثاني المراكز أرى الملاحقة هنا على ثاني المراكز من قبل مزاح، تعود ملكية مزاح لمحمد بن ناصر الغيثاني. وفي ثالث المراكز أتانا هنا شاهين، عايده ملكية شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وفي رابع المراكز أتانا هنا مودع، عايده ملكية مودع سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وفي خامس المراكز أرى التدخل هنا من لهب، عايده ملكية لهب أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ونعود بكم إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. يا سلام يا سراح، مقدمة لنا سالم بن حمد بن هران المري لكي يهدي التهاني والسلامات لأهالي المعيذر. هنا متواجد سالم بن حمد بن هران المري، يا سلام في المقدمة، يا سلام عليك يا سراح وعلى هذا الأداء الجميل في مقدمة هذا الشوط. أشكرك يا بن هران على هذا العرض وهذا التميز، وبقيادة سراح يا سلام يا سراح بدون أي منافس وعلى الإطلاق. يا سلام، يا 200 متر تفصلنا عن خط النهاية وبدون أي منافس وبدون أي أوامر تصدر من مالك سراح. إذن نزف التهاني هنا والسلامات لأهالي المعيذر لمالك سراح سالم بن حمد بن هران على حصوله في المركز الأول. وفي ثاني المراكز أتانا هنا أشكر لسعادة المحافظ سليمان بن جبريل. وفي ثالث المراكز أتانا شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وفي رابع المراكز أتانا مودع أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وفي خامس المراكز أتانا على خامس المراكز مستحيل، تعود ملكية مستحيل الناصر بن عبد الله بن نورة. هكذا مستمعينا مشاهدينا الأعزاء النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. ونعود إلى التوقيت الزمني، حيث قطع سراح مسافة الأربع كيلومترات في زمن وقدره 6 دقائق 33 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سراح سالم بن حمد بن هران المري. وفي ثاني المراكز ننتظر لحظات وصول ثاني المراكز إلى خط النهاية. أتانا هنا أشكر سعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبرين، حيث قطع مسافة 4 كيلومترات في زمن وقدره 6 دقائق 38 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمضمر محمد بن بخيت الزعيري. وفي ثالث المراكز أتانا هنا شاهين 6 دقائق 39 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر فيصل بن طالب بن شريم. أما في هذه اللحظات مستمعينا مشاهدينا الكرام، فأحيل الكلمة والميكروفون زميلي محمد بن بريك المري. شكرا لمحسن بن ديلة. أيها الأخوة أيها الأعزاء.